وياه البنات وياه، الا قلت لكم راني بكيت في هذه القصه، راه فعلا انا بكيت في هذه القصه. كونوا على يقين وكونوا متاكدين انني بكيت في هذه القصه. فواحد اللحظه وبلا ما نعيق براسي لقيت راسي كنبكي. علاش؟ الا بغيتوا تعرفوا ما عليكم تسمعوا القصه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا اختكم امينه علاش بكات وعلاش تاثرت وعلاش بقى فيا الحال. المهم عارفاكم حنينات بحالي يا الزغبيات، واللي ما بكات غادي يوجع القلب ديالها. مي الحمد لله النهايه ديال هاد القصه زوينه بزاف وجميله، رغم الاهات والمعاناه فالالم سوف يتحول لامل. بقاو معايا حتى النهايه، جيمو كومونتير وبارطاجيو، الله يعطيكم الخير باش تعم الفائده. وهاد القصه بغيتها توصل لبزاف ديال الناس باش يتوحوا. السلام عليكم، اسم ديالي فريدة، فعمري 29 سنة. اليوم جيت عندك أختي أمينة مقهور وربي اللي عالم بيا، وبغيتك الله يجازيك بخير تقولي لي شنو خصني ندير، لأن ربي اللي عالم بيا وبالحالة ديالي. أنا أختي أمينة كنحس براسي تقول يبا كيف ما كيقولوا عالمية. المهم غادي نعود لكم القصة ديالي من الأول باش عرفوا الحكاية علاش طالعة. أنا تربيت وسط عائلة الحمد لله على قد الحال، كأي مخلوقة تربط وسط عائلة شعبية الحمد لله مغربية قح على قد الحال، عايشين غير في الدور ديال الكرة. الأب ديالي مسكين راجل درويش فوق ما كتخيلوا، حنا خمسة ديال البنات وما عندناش خونا دري، يعني الوالدة ديالي مسكينة كانت كتولد غير البنيتات، ولكن الوالد ديالي عمرو ما قنط فينا. ماشي بحال الحكايات اللي سبق لي سمعت في قناتك وفي قنوات اخرين. المراه مسكينه اللي كتولد البنات دائما كتكون محقوره بقبل الراجل ديالها، ولكن امي لا، بالعكس كانت فرحانه بينا، وحتى الوالد ديالي مسكين كان فرحان بينا. بعد المرات الوالده ديالي كانت كتقول لينا فاش كنولد البنت كيبقى فيا الحال، ماشي كتكرهنا ولكن كتقول لك علاش انا ما عطانيش ربي الولد. كيجي الوالد كيصبرها كيقول ليها شوفي هادو الا ربيناهم مزيان وحسننا ليهم راه غادي يكونوا سببنا في دخولنا الجنه. المهم حياتنا كانت مقاده الحمد لله رغم الفقر والمعاناه الماديه، ولكن الحمد لله عايشين بالاخلاق والمبادئ ديالنا، ماشي بحال عمامي الاخرين. عمامي الاخرين عطاهم الله من وسخ الدنيا وكانوا لاباس عليهم. الوالد ديالي مسكين هو الوحيد في وسط خوتو اللي كان ما فحالوش، ولكن دارها له ريو المتقوب كيف ما كيقولوا. عمامي استغلوا الورث ديال باهم فاش قسموا الورث بعضياتهم، حتى الاب ديالي الصراحه خدا الحق ديالو. عمامي قسموا الورث ديالهم وداروا به اللي ينفعهم في المستقبل ديالهم، ولكن الاب ديالي داك الوقت كان باقي عزري، ايوا كان عطيها غير لالا هما اللي تقرقي بسطالي، حتى جاب الاول على التالي وما بقى والو. من بعد صافي ولا كيخدم فاش مالقه. عمامي ردوا كاع اللوم عليه وكانوا دائما كيعايروه وكيقولوا له الناس دارت علاش تولي وانت بقيتي شفايا، ولكن الاب ديالي ما لقى ما يدير من غير انه يصبر. كان مسكين فاش ما لقى كيخدم بقى هكاك متعافر حتى تلاقى مع الام ديالي، وكانت مسكينه خدامه غير في واحد المحلبه هي والام ديالها. ايوا هي هذيك، هو كان جا خدم في ديك المحلبه كان كيسربي وكان كياخذ واحد المبلغ اللي قليل. صافي شافتو الام ديالي اللي هي جداتي، وهي اللي كانت عرضت عليه البنت وقالت ليها انت ولدي نوض تزوج وها بنتي نعطيها لك، ما نشرط عليك حتى شي حاجه، ما كان معاود ليها على الظروف. هكا تم الزواج ديال الوالد بالوالده، داروا النيه وتزوجوا بعضياتهم وكانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف. الصراحه واخا كان زواج غير تقليدي، واخا كانت كتقول لينا الوالده بلي كانت كتعجب الوالد وكانوا النظرات ديالو ليها في شي شكل، ولكن كيبقى زواج تقليدي لانهم ما عمرهم دخلوا في شي علاقه هي والوالد. صافي ولدونا حنايا، انا هي الكبيره في خواتاتي وانا هي اللي غادي نعاني بزاف، حيت الوالد والوالده تزوجوا في واحد الظروف خايبه. الوالد اول مره سكن معاه نسيبته وقالت ليه اودي انا ما عنديش مشكل تسكن معايا، مع حتى هي مسكينه مقطوعه من شجره، راجلها كان ميت وكان خلى لها غير البنت والولد. الولد مشى دبر على راسو والبنت بقات معاها. صافي قالت له اجيها بنتي نعطيها لك وسير تزوج، الله يعاون الله يعاونك، يعني ما غاديش نقول لك انا شي حاجه. جلس حتى تعيا وملي دبر على راسك دي مراتك وسير بها فين ما بغيتي، المهم انا ما غادي نشرط عليك والو. مع جدتي الله يرحمها مسكينه توفات، وعاد توفى جد ديالي، يعني ما لقاش الوالد ديالي اللي غادي يساندو من غير نسيبتو اللي هي الام ديالي. صافي بقى الاب ديالي مع نسيبتو واحد المده ديال 6 سنين.
كيف ما تزوج بالام ديالي داروا غير واحد الصداقه على قد الحال، وتاع مامي ما كانوش حضروا، لان في داك الوقيته كان الاب ديالي مقطعهم حيت صافي كلشي تخلاو عليه، هو خسر رزقه وكانوا دائما كيعايروا يخشوا فيه الهضره. من بعد صافي قطع العلاقه ديالو كامله مع خوتو وخواتاتو. هي هذيك الاب ديالي فاش تزوج بامي الحمد لله كانت الامور ديالهم مزيانه رغم الفقر والمعاناه، وكانوا مخصوصين بزاف. وزادت الام ديالي حملت بيا انايا، وييه لقات راسها حامله وهما ما عندهم حتى شليله. المهم تعافروا مع الزمان، وحتى جدتي مسكينه كانت كتعاون باش قسم الله. صافي من بعد هاد جدتي هادي غادي يتوفاها الله، وغادي دير مسكينه واحد الحادثه، وماشي حادثه تسير، حادثه في العمل ديالها. كانت مسكينه ما عرفتش كيفاش وقع لها، وكانت قاست واحد الصبع ديالها بالموس. صافي عادي، حنا قلنا غير ضربه في الموس وصافي، ماشي شي حاجه. داك الوقيته انا كنت عندي شي 7 سنين، وكنت ديك الوقيته الوالده ديالي والده جوج بنات اخرين مورايا. صافي انا عاقله بعض اللقطات، كانوا الوالد ديالي والوالده كيديو جدتي للسبيطار على اساس انها قاس صبعها بالموس. كيف ما قلت لكم هي كانت مسكينه مازال كتخدم ديك المحلابه، حياتها كلها دوزتها في ديك المحلابه. صافي ملي بقى داك الصبع هكا كداويه كداويه، حتى لواحد النهار لقاوه خمج. المهم ملي بقاو كيشوفوا شنو داك الشيء، لقاو عندها بلي عندها السكر، وداك الخموج اللي تخمج لها داك الصبع تحول لها مرض السرطان. المهم جدتي مسكينه عانات، وداك المرض هذاك طلع ليها مسكينه، بقى كيطلع كيطلع، حيت هي اصلا كانت خدامه في ديك المحلبه، كانت كتقطع مثلا الخضره، كتقطع الحوايج اللي خصهم يتقطعوا، حيت داك المحلبه كانت بحال السمك، يعني كيفطروا فيها وكيتغداو فيها. كانت كتنصب اللوبيا، العدس، الحريره، كتغسل الماء، المهم كدير اي حاجه. هي داك الصبع هذاك ما حاولاتش عليه، وبقات هكا كتخدمو. ايوا مع مرور الايام لقات ان مرض السرطان الله ينجينا ونجيكم طلع لها على داك اليد. صافي بقات كتعاني. تما خرجت من ديك المحلابه، الاب ديالي والام ديالي هما اللي تحملوا المسؤوليه ديال داك الشيء كامل، خصوصا ان الوالده ديالي كانوا عندها البنيتات باقيين صغارين. وصافي ريضت الخدمه ما لقاتش كيفاش دير. ايوا المسؤوليه رجعت على الوالد ديالي، الام ديالي متحمله المسؤوليه ديال ما لداخل هو على برا، المهم كيجيب لها باش تمشي للطبيب وكدا. وهادي صافي بقات مسكينه غير واحد الفتره نقولوا ماتت بالخلعه ماشي بداك المرض هذاك، حيت صافي تلقى واحد الصباح مسكينه مول الامانه دا امانته. واخا الصراحه كان عندها يعني قابليه ليا للعلاج، كانت المفروض انها تقبل داك المرض باش تعالج، ولكن هي لا ما بغاتش تقبل المرض ديالها، وبحال اللي مرضاتش بالقضاء الله والقدر ديالو. حيت الوالده ديالي كانت دائما كتعاود ليا انها كانت كتبكي وكتقول لا وانا غادي نموت وانا هادي وانا هادي، غير سمعت راسها فيها السرطان صافي الخوف تغلب عليها. وبقات هكاك هكاك مسكينه حتى مول الامانه دا امانته، واخا كانوا قطعوا ليها النص في يديها داك الوقيته هذيك. ايوا هي هذيك داك الفتره هذيك اللي ماتت فيها الجده ديالي دازت علينا بالمعقول، انا كنت كنعقل غير واحد شويه ماشي بزاف. من بعد رجعت الامور للطبيعه ديالها، الوالد مسكين خدام والوالده جالسه في الدار. داك الدويره هذيك بقينا فيها حنايا، دوزنا فيها سنين وايام. وصلت انا للسن ديال 15 سنه، فهاد السن هذا غادي يبان خالي وييه خوتاتي، خالي اللي كان سمح فمو شحال هادي ومشى دبر على راسو. صافي خالي غبر حتى شبع، وملي جا جا بغى الحق ديالو، وجا كيطالب الام ديالي بالحق ديالو. داك النهار اللي غادي يجي عندنا حنا ما عرفناش صراحه، ما غير شافته طارت عليه. كان دائما الوالده ديالنا كتعودنا على هاد خالي، وكانت كتقول لينا بلي هو سمح فيهم ومشى، وما كانوا عارفين فين هو. واحد المره جا عند امو تخاصم معاها ومشى، ما بقاش عاود رجع. يوم اللي عرف الوالده ديالو توفات جا كيطالب بالحق ديالو. النهار الاول فاش جاب لينا الحلوى الشوكولات بيمو، حيت عرف الام ديالي تزوجت وعندها البنات. ايوا جا رحبت به الام ديالي، دارت له واحد العشاء دايزو الكلام، واخا مسكينه ما كانش عندنا، تكلفت وتكلف الوالد ديالي ودار له العشاء دايزو الكلام. ايوا ملي جا هو معلينا بالمعاني. داك الوقيته انا كنت كنعرف شويه، مع قلت لكم كانت عندي 15 عام. ايوا هي هذيك قال لاختو فلانه، قالت ليه نعم. قال لي هاي وا هاد الدار شنو درنا فيها؟ قالت ليه كيفاش؟ قال لها كيف سمعتي؟ قالت لي واخويا شنو غادي نقول لك، الدار انايا ملي تزوجت تزوجت هنا وراني باقا هنا. امي قبل ما تموت مسكينه راه كانت كتوصيني، كتقول لي بنتي الدار راه ديالك. قال ليها اها عندك عليها شي ورقه؟ قالت لي كيفاش؟ قال ليها الدار اختي ديال الوراثه، كنظن الولد عنده الحق اكثر من البنت. قالت له يا خويا ولكن واش انا غادي تطلبني من هاد الدار؟ مع العلم خالي باينه لاباس عليه، غير واحد الطوموبيل اللي حط قدام بابنا كي دايره. قال ليها وعلاش اختي؟ هذا راه رزقي تا انا. قالت لي خويا انا هانتا كتشوف الراجل ما خدامش وخدمتو على قد الحال، وعندي البنيات صغارين وانا دابا حامله، كانت امي داك الوقيته حامله.
يبا هي هذيك قالت لي وانت دابا غادي تخرجنا من الدار، شنو فين غادي نمشي انا بهاد البنات؟ قال لي انا ما قلتلكش خرجي. قلت لي ايوا وشنو غادي ندير؟ قال لي ردي عليا وانا ما عندي ما ندير اصلا بهاد الدار. قالت لي وانت قلتي ما عندك ما دير بهاد الدار، خليني سقر انا ومول الدار وليد وبنياتي. قال لها شكون هو مول الدار؟ قالت لي زعما راجلي. قال لي اختي مول الدار هو انا، ماشي راجلك هو مول الدار. قالت لي خويا انا عارفك انت هو مول الدار، دابا الا جات على خاطرك خليني ساقرة، انا راني حامله ومتقله انت كتشوف، وعندي البنات صغارين وكذا، وهذه بقات زعما كتهضر له. قال لي شوفي انا غادي نعطيك الفرصه ديال سيمانه، اما تردي عليا الفلوس ديال الدار اما غادي نجي نسكن معاك هنا. المهم الوالده ديالي مسكينه ما لقات ما تقول، هاد الهضره قالها ليها ما كانش الوالد ديالي. الوالد ديالي جا مسكين فرح بيه، رحب بيه، تعشى كلا شرب، ناض مشى بحالاته. هاد الهضره ما تقالتش ما هضرناش عليها نهائيا، حتى مشى هو. ايوا غير اللي مشى وهي تقول له اجا فلان، انا خويا شنو قالها شنو قالها شنو قال. الوالد ديالي بدا كيموت بالفقصه وقال ليها راه شوفي كيف ما كان الحال، راه عنده الحق، راه هادي كتبقى دارو والمغطي ديال الناس عريان. قلت لي على علاش ديال الناس؟ انا راه في حقي. قال ليها في حقك ولكن ماشي قد الحق اللي عنده هو. المهم الوالد ديالي مسكين قال ليها شوفي نقول لك واحد القضيه، انا ما فيا لي تعب حتى مع شي واحد، انا يكفيني انني معادي مع خوتي ومعادي مع خواتاتي ومع عائلتي كامله. خلي خوك عليك في التقر ويلا نهزو هاد البنيات وربي غادي يسهل. بالفعل ام ديالي مسكينه ما لقات ما دير، مع خالي قبل ما يمشي خلى لها النمره ديال التليفون وقال لها النمره ديال التليفون الا لقيتي الحل قبل 7 ايام عيطي عليا. الغدي في الصباح صونات عليه قالت له خويا ادي الصور ديال الدار، انا صافي مسامحك دنيا واخره، انا بنيتي غادي نهزهم ونمشي بهم وربي هو اللي غادي يسهل. قال لها لا انا ما غاديش نضيعك، انا غادي نعطيك حقك فلوس. صافي هي هذيك جدك خالي تحاسب معاهم، شافوا داك الدار شحال غادي تنقام، داروا حتى دوا لها الثمن. عطى الام ديالي واحد النصيب ديال الفلوس، كان قليل ماشي بزاف. أمي مسكينة شدات وردات به ما كان عندها ما دير، حطاته في حجر الوالد وناضت مسكينة هزتنا ومشينا رهنا واحد الدويرة في الأول، رهنا داك الدار تقريبا شي عامين. صافي من بعد تلنا الرهن خرجنا من ديك الدار، هز الوالد داك الفلوس ديال الرهن مشى دار بها واحد البيعة وشرية وغي كرينا. الحمد لله حياتنا كانت مزيانة، وخا العذاب ديال الكرا كنا من دار لدار الحمد لله كل شي كان بخير وعلى خير. من بعد أخواتاتي الاب ديالي غادي يضرب واحد المرضى زغبيه، شنو غادي نقول لكم؟ الوالد ديالي ما عرفناش اشنو سبابه، غير السخانه كانت كدكدك فيه، نعس في السبيطار كانوا كيعيو يديروا له في السيروم والو، السيد كاع ما كتمشيلوش السخانه بالعكس طايب، كيقولوا لنا هاد السخانه هذا ما عرفناش منين مناش، فاش كانوا كيديروا له التحاليل ما كيلقاو عنده حتى شي حاجه. المهم السيد السخانه كدكدك فيه. صافي من بعد تزيرنا وتحكينا ما لقيناش حتى باش نحكوا راسنا، مولك راه كيعيط الظلمه والمصاريف. الاب ديالي كل مره كيقول لك هاكم ديروا له التحليله ما كايناش في السبيطار كاينه على برا ديروا له هادي. المهم الوالده ديالي مسكينه ما بقى عندها حتى شي حاجه، كان باقي لها شي ذهب ديال امها كانت عطاته لها وكانت خازنه، مشات اضطرت انها تبيعو. بعد داك الذهب وبقات كتصرف منه كتصرف منه، خلصت منه 3 شهور ديال الكرا، خلصت منه بزاف ديال الحوايج. من بعد صافي تحكينا واحد النهار وهي تمشي عند واحد من عمامي، قالت لهم اودي انا شنو كاين شنو كاين، خوكم راه مريض وكيموت، هذا بقى البنات انا عندي 5 البنات ما عنديش كيفاش غادي ندير لهم، هزوا معايا الحمل. جراو عليها من تما وقالوا لي احنا ما عندنا ما غادي نديرو لك، راجلك اللي ضيع راسو في الاول حتى هو كان برزقو بخيرو بخميرو، احنا ما عندنا ما نديرو له، كانت فيه الموت دابا يموت، وهو هاد المده كامله وهو غابر ودابا النهار بغى يموت جاي حنايا عندنا حنا نتكلفوا له بالموت ديالو، احنا ما عندنا ما نديرو له وحنا ما عندناش الخيريه. كاملين عمامي داروا في الوالده ديالي اللي مشات عنده كيجري عليها، الا عمي واحد هاد العم ديالي هذا بقى كيشوف يشوف. قال لي شتي شنو غادي ديري بنتك الكبيره شحال في عمرها؟ قالت لي عندها دابا 19 عام، كانت ديك الوقيته عندي 19 سنه. قال ليها جيبيها لي لهنايا تعاون ليا مولات الدار وانا نبقى نخلصها. قالت لي دابا انت باغي تخدم عندك بنت خوك خدامه؟ قال لي علاش ما تقوليش انها تونس مرت عمها وتعاونها؟ قال لها علاش كتمشيو تفكروا بالجانب السلبي، فكروا ايجابيا. هاد عمي هذا هو الوسطاني في خوتو. المهم جات الوالده ديالي مسكينه محيحه وقالت لي الاخرين جراو عليا واحد فيهم بغى يخدمك عنده خدامه. قلت ليها كيفاش؟ قالت ليها شنو ها شنو. المهم شنو غادي نقول لكم؟ قلت ليها شوفي امي امتي ما فيها باس،
هادي هذاك عمي، وما عنديش المشكل نمشي نخدمو هو ومرتو، راه في المرتبة ديال الوالد ديالي، علاش لا؟ المهم الوالدة ديالي في الاول ما بغاتش، ولكن من بعد صافي مسكينة ما لقاتش زعما شي بديل. ايوا وصلتني حتى لعندهم، دات لي حويجاتي اللي قسم الله الصراحه، رحب بيا عمي وسلم عليا، بسني من جبهتي وقال لي تبارك الله عندي بنت خويا عزبه وانا ما عنديش الخبر. دقت الوالده قالت له راه كاينين اربعه العزبات وحدين اخرين. المهم قال لي ما شاء الله وتبارك الله. المهم دخلت صراحه رحبوا بيا لا هو لا مرتو، عطاو لينا صوابنا، عطاو لينا خو كلامنا، دار واحد البركه عمي في يدو ومدها للوالده ديالي، قال لي هاكي باش ديباني راسك واعتبريه هذا التسبيق. صافي هي هذيك مشات الوالده ديالي مسكينه غير كتبكي وكتوطى في دموعها، ما لقات ما دير من غير انها تصبر، حيت ما عندهاش ما دير من غير الصبر. قلت لها شوفي يا ماما، ما يبقاش فيك الحال، هذه هي الدنيا، وهذا راه عمي راه في المرتبه ديال الاب ديالي، وزياده عن ذلك حنا ما كنعرفوش عمامنا، ما عمرنا ما شفناهم. تصوروا عندي 19 سنه ما عمر ما شفت عمامي، اول مره غادي نشوف هذا عمي هذا. صافي هي هذيك مشات الوالده ديالي مسكينه كيف ما قلت لكم كتوطى في دموعها وخلاتني. نهار الاول داز شويه مزيان، ما خلاتني مراتو ندير والو، قالت لي دابا غير جلسي روحي ومن بعد نوريك شنو غادي ديري. اول حاجه داتني لواحد البيت عندها في السطح، قالت لي شوفي هاد البيت غادي تخمليه وتكديه وتصبغيه وفيها تبقاي تنعسي، دابا حاليا نعسي غير في الصالون. صراحه الدار عندهم تيسا، عندهم تروازيام، الدوزيام عندهم خاوي ما كيدخل فيه حتى شي واحد، التلاجة عندهم شي ضياف، اما السكنات الاخرين وحده دايرينها للنعاس وحده دايرينها للكلاس. المهم هاد عمي هذا عنده جوج ديال الذكوره وجوج ديال البنات، بنت خدامه محاميه وحده اخرى خدامه في الهندسه، هاد البنات بجوج مزوجين وعندو جوج ذكوره، واحد كاين في التعليم وواحد عاد كيدير السطاج. المهم هادشي اللي عرفت على عمي. صافي هي هذيك طلعتني مرات عمي، ما نقول لكمش كانت مرا كبيره وما عندهاش الصحه، بالعكس تبارك الله اكثر من الام ديالي بالصحه، وما فيها حتى شي مرض، ما كتعاني حتى شي حاجه، بصحتها وسلامتها، ولادها تقول صحابها ماشي ولادها، حيت ليا وكدير لا صالو، وراكم عارفين الفلوس راها كتزين. هي هذيك فاش طلعتني لذاك البيت ديال السطح عامر بالربوش، فين ما كانت شي حاجه شيطا عليهم تما لا يحنها في ذاك البيت، قالت لي شوفي حولي هذا الشيء كامل هبطيه للاكاف حيت عندهم تلاكف. قالت لي وهذا البيت هذا استغلي، ايوا شنو غادي نقول لكم، ثلاث ايام اخواتاتي وانا كنهبط هذاك الربوج للاكاف حتى طابور جليا، مع ما كنتش مولفه بديك تماره، واخا الصراحه كنت معاونه الوالده ديالي في الشقه ديال الدار، ولكن ما كانش عندي مع تماره. ما هضرت لكمش على واحد النقطه ديال القرايه، قرايت لي قسم الله وما كملتش قرايتي، خرجت من القرايه وانا باقا صغيره. المهم هي هذيك بقيت كنقلد داك الحوايج شي ثلاث ايام، فهاد ثلاث ايام هادي ما بان لي لا ولد لا بنت لا والو، هي كانت عاودت لي على ولادها ولكن ما شفت حتى واحد فيهم. حتى لواحد النهار انا هابطه مع الدروج كنهبط في ديك الحوايج وانا نتلاقى مع ولد عمي بالصدفه، شافني بحال تخلع وجاتو في شي شكل، قال لي السلام عليكم شكون نتيا؟ هما كانوا قالوا لي جبنا واحد الخدامه، ولكن باش تشوفوا الانانيه كي دايره والعنصريه حتى هي، ما بغاوش يقولوا له بنت عمك راه جات تعاوننا، قالوا له جبنا واحد الخدامه. ويقول لي شكون نتيا؟ واش هي الخدامه جديده؟ حيت مرات عمي كانت دائما كتجيب الخدامه وما كتبقى معها حتى شهر وكتصيفطها بحالاتها. المهم كنت عارفه هذه القضيه هذه حيت هي اللي قالتها لي، وقالت لي انا ما كيصدقوليش الخدامات. صافي هي هذيك قلت ليه انا هي الخدامه الجديده، حشمت نقول لي انا بنت عمك. صافي خليته درت له الطريق داز عاد هبطت انا داكشي اللي باقي، بديت كنهبط طلعت لذاك السطح شبكي واحد الصباغه صبغت داك البيت، وهنا غادي نعرف راسي انني مريضه بالحساسيه، غير صبغت داك البيت صافي تخنقت بغيت نموت. نوضتهم ثلاثه ديال الصباح كنقول لهم صافي غادي نتخنق، كنعيط لعمي كنقول له عمي انا غادي نجيف. صافي تما عيطوا لومبيلونس هزوني داوني ارجون المستعجلات، صافي داروا لي الاكسجين بقاو معايا بالدوايات حتى الحمد لله رجعت شويه، وتما عرفوا بلي عندي الحساسيه، حيت كانوا سولوهم شنو درت انا واش شميت شي ريحه ولا، قلت لهم انا كنت كنصبغ داك الشيء علاش، قالوا لي فيك الحساسيه وقالوا لي عندك تعرضي لشي ريحه بحال هذه. تما عمي قال لي شوفي داك البيت ما تنعسيش فيه حتى دوز واحد السبع ايام ولا 10 ايام عاد نعسي فيه، وتا ما تبقاش فيه ريحه الصباغه نهائيا باش ما ديريش عاوتاني ديري لنا شي مشكل بحال هذا. ايوا هي هذيك شنو غادي نقول لكم اخوتي، عمي ما عمره ما اعتبرني بنت خوه، وحتى مرته ما عمرها ما حسبتني من العائله، ديما كانوا كينقصوا مني وديما كيعيبوا عليا، اي حاجه درتها كيقولوا لي ناقصه،
اي حاجه وجدتها كيقولوا لي ماشي هي هذيك، اي حاجه طيبتها كيعيبوها عليا، وكانوا دائما كينقروني بالهضره ودائما كيخشيو في ليا الهضره. ما عمرني شفت معاهم شي نهار زوين. بقيت هكاك واحد النهار كنت كنشقى عادي في الكوزينه، وهو يطيح ليا واحد الكاس من يدي. شنو غادي نقول لكم؟ تخلعت حيت مرات عمي العدو ديالها هو ترسي لها الماعن. ايوا دخلت عندي وبدات كتخاصم عليا، تخاصم يا بنت الدايره يا بنت الفاعل يا بنت التاركه. المهم شنو غادي نقول لكم؟ بقيت كنبكي نبكي نبكي، هو يسمع ولدها كتغوت عليا. دخل عندنا الكوزينه مع ولادها، كانت مانع عليهم انهم يقربوا لعندي، حتى كيبغيو مساكن يجيو يسلموا عليا كتقول لهم لا ولا كتجري عليا. دائما كانت كتهرب انها تقول لهم الحقيقه ديال انني انا بنت عمهم. تصوروا والله ما كيعرفوني، 4 شهور وانا معاهم في الدار ما كيعرفونيش بلي انا بنت عمهم. اصلا ما عنديش الفرصه وما عنديش الحق نهضر قدامهم، صافي نحط لهم ياكلوا ويشربوا ونطلع بحالاتي البيت ديال السطح حتى يساليو. كتقول لهم لي ساليو الماكله اجي جمعي، ولا بقات شي حاجه كليها ما بقاتش وجدي عشاك، ما عنديش الحق نهضر. اما بالنسبه للاب ديالي مسكين كان باقي مريض، تقريبا كان كينعس في السبيطار اكثر ما كينعس في الدار. وملي كان كيسول عليا كتقول ليه بلي راني صيفطتها تخدم، ما عمرها قالت لي بلي كتخدم عند عمها، حيت الوالد بطبيعه الحال ما غاديش يبغي وما غاديش يعجبو الحال. صافي خواتاتي بقيت صابره صابره صابره، ما عندي ما ندير. على الاقل ديك البركه اللي كان كيعطي عمي الوالده ديالي كانت كتدبر بها راسها. الوالد ديالي الصراحه شحال من مره صيفط الوالده باش تجيبني، كان كيقول لها سيري جيبيها من الدور، واش انا بناتي مولف نصيفطهم للدور؟ كتقول لي ها فلان ما عنديش البديل، ضروري خصها تعاون معايا. وكانت دفعت واحد اختي اخرى مورايا انايا، حتى هي دفعتها تخدم في الديور، ولكن ماشي عند العائله، عند شي ناس ما كيعرفوهناش، وكانوا مهلين في اختي. الوالده دائما كتسولني وكتقول لي بنتي واش كيتعاملوا معاك مزيان؟ كنقول لها امي راه ما كندير والو، كنضل جالسه، راه مرات عمي كتعامل معايا حسن ما كتعاملي معايا انتيا. صافي هي هذيك، هكا كانت حياتي مع مرات عمي وعمي اللي كانوا كيتعاملوا معايا بحال الجفاف وكانهم كينتقموا من الاب ديالي. ما عرفت شنو بيناتهم بالضبط، ولكن هاد الشيء هذا بان لي فايت الحدود ديالو. بقيت صابره ومحتاسبه معاهم، كنقول ماشي مشكل، مره مره كنمشي نزور عائلتي ووالديا. والديا مسكين كيعيب حد فيا شكون هما هاد الناس، ودائما كنلقى عذر وكنلقى كذبه كنقولها ليه، ولكن الام ديالي كانت دائما كتحرص عليا انني ما نقول والو، حيت الوالد اكيد ما غاديش يعجبو الحال. صافي بقيت اخوتي بحال هكذاك. مرت عمي كانت كدير ليا كيف ما قلت لكم بحال الجفاف، يا ريتكو كانت كتعتبرني خدامه عندها، راه كانت كتعتبرني والله العظيم العبيده. وشحال من مره طلبت مني انني نغسل ليها رجليها. المهم غادي نرجع معاكم. فاش طيحت الكاس من يدي وترس، جات مرات عمي ما خلاتليش بلا هضره والمعيور. ايوا سمعها ولدها جا عندها، قالت ليها شنو كاين ياك لاباس؟ قالت لي خرج بحالاتك. قال ليها ماما شنو كاين ياك لاباس؟ قالت لي قلت لك خرج بحالاتك. صافي السيد مسكين حمر وتزنق وخرج. ايوا هي هذيك، والسيده كتطلع معايا بواحد الترفيق، حتى قلبت ليا وجهي وانا نحس بولدها بحال كان غير كيسمع ما مشاش، وبقى غير بعد شويه على الباب ديال الكوزينه وبقى كيتصنت. ملي رجع لقاها ضربتني حتى تزول ليا الزيف من على راسي. فاش تزول ليا الزيف تطلق شعري، شعري كان طويله البنات تبارك الله، عندي السالف حتى للكبيه. ولدها كيف ما شاف داك السالف كامل عندي ومعا كنت زوينه وما باينش الزين ديالي، حروفي ما باينينش بداك الترديجه اللي كانت كتعطيني اللبس، كنت كنلبس حوايج كبر مني. ولكن فاش شافني وعليت عينيا اللي كانوا عامرين بالدموع وشت فيه وشاف فيا، حسيت بيه بحال ما عجبوش الحال وبحال بقيت فيه بزاف. المهم قال ليها امي اشنو هاد الشيء؟ حرام عليك، هادي كيف ما كان الحال راه بنت الناس، وكيف ما انت بناتك عندك عزاز حتى هادي راه عزيزه عند والديها. ايوا هي هذيك، وانا نقول ليه ماشي مشكله اخويا، راها حتى هادي بحال الوالده، راها مرات عمي بحال الوالده. هو يقول ليها كيفاش؟ وهي تقول ليه سير قلت لك خرج تحرك من هنايا، واش دخلك انت في شغل العيالات؟ المهم دارت في واحد الدوره الشيطانيه ويمشي بحالاته. صافي مسكين هذاك السيد هذاك اللي هو ولد عمي، من ذاك النهار هو حط عليا، ما عمرني شفتو طلع السطح، حتى المور داك المدابزه اللي كانت دارت ليا الام ديالو على داك الكاس. واحد النهار طلع وبقى جالس مع التليفون ودير واحد الموسيقى ومنقص لها، كان تقريبا شي 12 ديال الليل شويه، وانا سمعت تحنحين. صراحه ما عرفتش شكون كاين في السطح بالضبط، حليت الباب طليت غير بالشويه ما يبان ليا هو. قال لي اه سمحي ليا نسيت بلي انت كتنعسي هنايا.
قلت ليه لا ماشي مشكل. قال لي ياك ما صدعتك؟ قلت ليه لا ما صدعتيني ما والو. قال لي واسمحي لي انا ما حسبليش يعني غادي نجي ونصدعك وهادي وهادي. المهم بدا كيتحجج يعطيني في الاعذار. انا ما قلت ليه والو، قلت ليه ماشي مشكل خد راحتك. جيت نسد الباب وقال لي تسناي تسناي. قلت ليه شنو ياك لاباس؟ هو يقول لي كنتي قلتي داك النهار واحد الهضره وبقات لدابا كتحفر ليا في الدنيا. قلت ليه شنو هي؟ قال لي قلتي لي هذه راه مرات عمي بحالها بحال الام ديالي. شو كنتي كتقصدي؟ واش زعما الام ديالي كتقولي لها مرات عمي حيت كتوقريها ولا كيفاش؟ قلت ليه لا، حيت هما اصلا ما عارفينيش انني بنت عمهم، وانا ما عمرني سولت مرات عمي علاش ما كيلاش لولادها، وما عرفتش اصلا واش عارفين ولا ما عارفينش. المهم كانوا بيناتنا حدود. قلت ليه لا راه فعلا ماما كره مرات عمي. قال لي واش ممكن توضحي لي هذه النقطه؟ قلت ليه ديال اش النقطه اللي بغيتي نوضح لك؟ قال لي ديال ماماك هي مرات عمي. قلت لي ماماك انت هي مرات عمي انايا. قال لي واش دابا بابا كيجيك عمك؟ قلت لي قال لي واش انت دابا غير كتحترمي وكتقولي لي عمي ياك؟ قلت لي بطبيعه الحال كنحترمو وكنقول لي عمي هو فعلا عمي. قال لي ولكن اشرحي لي هذه النقطه هذه. قلت لي شنو غادي نشرح لك؟ قال لي دابا انت بنت عمي. قلت لي انا بنت عمك. قال لي واش كتضحكي معايا؟ قلت لي علاش غادي نضحك معاك؟ واش هذا الشيء فيه الضحك؟ قال لي ولكن انت يا. قلت لي عارفه راسي غير خدامه، ولكن الحقيقه هي انني بنت عمك وبنت عمك شقيقه. قال لي ولكن شكون من عمامي؟ قلت لي فلان. قال لي انا هذا عمي ما كنعرفوش، وعمامي اللي كنعرفهم هما عم فلان وفلان وفلان وفلان. بدا كيحسب ليا. قلت لي شوف فلان، انا راني بنت عمك والوالد ديالك راه عمي وماما كتبقى مرات عمي وانت ولد عمي. قال لي ما يمكنش تسطيها هادي. قلت لي علاش؟ حيت انا خدامه ياك. قال لي لا ماشي هكا، وانا ما كنقصدش حنا عندنا بحال بحال. قلت لي المهم هادشي اللي كاين، انت ولد عمي وانا بنت عمك وهادي هي الحقيقه. المهم قلت لي شوفي الا ما كانوش قالوا لك العائله ديالك انا ما عندي ما ندير لك، ولكن هادي هي الحقيقه. انا براسي ما كنتش كنعرفكم حتى جابتني الظروف لعندكم. قال لي شنو هي الظروف ديالكم ياك لاباس؟ جلست كنعاود ليه انا كنعاود ليه هو كيبكي. والله العظيم اخواتاتي ما حس براسو حتى لقى راسو معنقني وكيبكي، هو كيبكي وانا كنبكي. المهم دغيا عقب راسو طلق مني قال لي سمحي لي تاثرت بزاف، وانت راكي بالنسبه ليا بحال الاخت ديالي ورحنا دمنا واحد. قلت لي هادشي اللي كاين. قال لي سبحان الله بحال هاد الحوايج كيوقعوا في الافلام. قلت لي بزاف ديال الحوايج واقعين في الدنيا وراهم كيمثلوهم مسلسلات، ولكن هادشي اللي كاين هو هذا. المهم بقينا قصارين داك الليله حتى لشي جوج، الحمد لله ما فطن بينا حتى شي واحد. صافي من بعد قال لي دخلي تنعسي، انا عارف كتنوضي بكري كتشقي وانا نيت خصني نمشي للناس باش نوض غدا ان شاء الله عندي الخدمه. صافي هي هذيك. قلت ليه ماشي مشكل سير وسمح لي بزاف الا قلبت عليك المواجع. قال لي بالعكس ما تقولي هاد الهضره حتى شي واحد، خلي هادشي اللي قلتي لي بيني وبينك، لان الوالدين ديالك وكانوا باغيني نعرفك انك بنت عمي كانوا هما اللي غادي يقولوها لي. والنهار اللي جابوك لهنا قالوا لي بلي جابوك خدامه وصافي، وما قالوا لي حتى شي حاجه على هاد عمي اللي هضرتي لي عليه. صافي هي هذيك. شنو غادي نقول لكم؟ انا فرحت بزاف حيت لقيت ولد عمي حنين وظريف سبحان الله ما كيشبه لا البا ولا الماه. بقيت هكذاك ولينا كنتبادلوا النظرات انا وياه غير من البعيد، ولا كيطلع عندي كل ليله للسطح وكنتجمعوا انا وياه. ولد عمي شرى لي التليفون ولينا كنشاطيو انا وياه، ولكن غير بالطبيعيه على والديه. التليفون قال لي عندك تبينيه، ما تبينيه حتى تكوني بوحدك عاد جبديه، بحدك كاينه لتحت ما تهزيش التليفون، خليه ديما في بيتك وحاولي تخبيه في شي بلاصه، لان الام ديالو كانت دائما كتدخل تبقش ليا البيت ديالي. صافي هي هذيك. كنت كنديرهم تحت واحد الزربيه كنت دايرها في ذاك البيت هذاك علاش كنت كنعس. هي كانت واخا كتدخل ما كتدي ما كتجيب. صافي انا وولد عمي بقينا على علاقه تقريبا شي 6 شهور وانا وياه، حتى لواحد النهار هو يقول لي بلي هو كيبغيني وكيموت عليا. صراحه جاتني في شي شكل، قلت لا يمكن هو غير كيتفلى عليا واكيد غادي يكون انني بحال موباه، ولكن من بعد عرفته بصح هو كيبغيني وكيحماق عليا، وقال لي بلي انا غادي ندير المستحيل وغادي نجمع العائله. مشى عند الوالد ديالي وياه البنات، مشى عند الوالد ديالي وعلى ما عاود ليا هو. فاش مشى ما عرفوش الوالد ديالي، مشى لقاه ناعس مسكين. الوالد ديالي كان كيشرب الدواء باش كينعس. صافي فاش مشى لقاه ناعس لقى غير الام ديالي، الوالده ديالي ما عرفاتوش بطبيعه الحال، وقال ليها بغيت نطلع على عمي فلان. هي في الاول كان كيحسب لها غير شي حد كيعرف الوالد وجاي بغى يطلع عليه.
دخلات ودارت لواحد البراد اتاي على ما كيعاود ليا هو. صافي من بعد الاب ديالي مسكين فاق لقى الدري سلم عليه، قال لي سلم عليا وبدا كيشوف فيا. قال له ولدي انا شتك ما عرفتش فين. قال لي عمي شوف ربما نكون تشابهت ليك. قال لي والله ولدي ما نعرف، ولكن هاد الملامح ديالك ما خافينش عليا وباينه نتايا غادي نكون شتك فشي قلت. هاد ولد عمي البنات كيشبه الاب ديالو بزاف. فولا وتقسمت على جوج. المهم قال لي باك بدا كيشوف فيا شوف فيا وشويه هما يطيحوا له جوج دمعات من عينيه ويقول لي عمي واش عرفتيني؟ قال لي عاود شنو قلتي؟ قال لي عمي. الوالد ديالي مسكين بدا يبكي. قال لي طر عليا وعنقني وبقى كيبكي. قال له انت ما تكون غير ولد فلان، عرف انه ولد خوه حيت شبو طلع له الملامح وعقل عليه. المهم الاب ديالي مسكين قدروا نقولوا حن لخوتو حيت في اخر ايامو لقى راسو غير بوحدو ولقى راسو لا حنين ولا حبيب ولا حتى شي واحد من غير صدر ربي الحبيب والام ديالي والبنات خواتاتي. صافي هي هذيك بدا كيعاود ليا قال لي شنو كاينه شنو طرا بيني وبين عمامك وابك. المهم ولد عمي مسكين قال له علاش هاد العداوه كامله، انت شنو درتي لهم؟ قال له ودي انا بصح غلطت ومشيت عطيت رزقي كامل في الخلا المخلي، ولكن انا ما كان عندي عقل داك الساعه، وانا ككل شاب بحال اي شاب طايش انا وقعت في هاد المشكل هذا، ومن بعد خوتي ما عقل عليا حتى شي واحد. صافي ولد عمي حاول انه يجمع الشمال، واحد النهار هو يجمع عمامه قال ليهم غادي نديروا لكم واحد المفاجاه. جمع عمامه ماشي في دارهم وماشي في دارنا ماشي دار حتى شي واحد، جمع عمامه في واحد القاعه ديال الحفلات وكان دار بحال سويدقه وقال لك غادي نديروا واحد المفاجاه. مهم عرض على عمامه عرض على باه، قال لي باه شنو ولدي شنو كاين؟ انا المهم حاضره ناضره كنسمع في كل شيء، هادشي كنا مخططين ليه انا وياه. هي الوالد ديالي مسكين ما كانش عنده الخبر انني كنخدم عند هاد عمي هذا، حيت هذا ولد عمي ما قال ليه والو، حتى انا الصراحه شكرته حيت ما قال والو، حيت هو ما بغاش اصلا يبين ان بنته خدامه عندهم. المهم دار لهم واحد الحفله في واحد القاعه، جاب الامداح جاب المهم مسكين دار كل شيء، دار واحد يعني المجمع اللي زوين بزاف، ما بغاش يجمع حتى في دار شي واحد، قال كنا نجمعهم في القاعه حسب. جاب واحد جوج شيوخ لي صراحة فقها كيعرفوا في الدين وداك الشيء باش يفتيو لهم في هذه القضيه ديال قطع الارحام وهذه. صافي جمعهم نشط معاهم شويه في الاول، دار لهم لاشين بالموسيقى، من بعد جمعهم قال لهم انا موجد لكم واحد المفاجاه. هو كان داير مع الاب ديالي اللي كان مسكين مريض وكان كيمشي داك الساعه غير بالعكاز، كان ما كيقدرش مسكين يكمل الوقفه. جمع خواتاتي والوالده ديالي وانا طبيعة الحال غادي نكون معاهم في القاعة لأنني أنا هي الخدامة ديالهم، وأي حاجة بغاتها لالا مولاتي ديال مرات عمي خصي أنا اللي نبدها ليها وأنا اللي نجيبها ليها. صافي هي هاديك في الأخر قال ليهم أنا موجد ليكم واحد المفاجأة زوينة. قالوا له غير ورينا هاد المفاجأة راك طيبتينا عليها. هما ما كانوش عارفين شنو هي هاد المفاجأة وكانوا كيعتقدوا بلي المفاجأة اللي داير لهم هي ديال أنه غادي يقول لهم غادي نتزوج، حيت دائما كيقولوا له نتزوج كانوا كيتسناو غير أنت يتزوج وكانوا كيعتقدوا أن هادي هي المفاجأة. طبيعة الحالة هادي هي المفاجأة، غادي تكون هاد المفاجأة هادي دائما المفاجأة الكبيرة. المهم شوية هو يخرج الأب ديالي وأمي وخواتاتي من واحد البيت في داك القاعة وقال ليهم كاملين قبل ما يخرجوا مغمضوا عينيكم واللي حليتوا عينيكم ما نسمح لكمش. صافي كلهم غمضوا عينيهم، اللي حلوا عينيهم لقوا الاب ديالي والام والخواتاتي باربعه، اما انا راني مع مرات عمي. صافي هادي قال لهم حلوا عينيهم وهم يلقاوني حنايا. المهم تصدموا ولادهم ما عرفوا اصلا شنو وقع في الدنيا حيت ما كي حتى واحد فيهم ما كيعرف الاب ديالي من غير ولادهم الكبارين اللي كانوا بكرو بهم، كانوا عمامي واحد جوج كانوا مزوجين والدين ولادهم، فاش كان الاب ديالي قطع خوتو هما اللي بداو شويه بداو كيعقلوا على الاب ديالي، اما الدراري الاخرين والبنات الاخرين حتى شي واحد ما عقل على شي حاجه. وكذلك تاع عمامتي كانوا حاضرين حيت هما كانوا مقطعين الوالد علاش يخسر رزق ديال باه. صافي هي هذيك غير شافوا الوالد وعرفوا هو كل واحد ناض كيجمع راسو باش يمشي بحالاته.
جا هضر معاهم هو قال لهم شوفوا قسما بالله العلي العظيم وبقى حتى شي واحد فيكم خرج من هذه القاعه انا هذا الوجه هذا اللي راكم كتشوفوه عمرو ما غادي يبان وغادي ندير الغبره ديال هذا عمي هذا وما عمر غادي نرجع عندكم. المهم بقاو كيشوفوا شي فشي ولاو نعلو الشيطان وبلسوا قال لهم انا مازال ما زالت لكمش المفاجاه. قال لي عمي هادو راهم خوتك وانت راك خوهم بغيتو ولا كرهتو دابا غادي تحيدوا عليكم كاع داك الحقد وداك الشيء كامل وداك الغل وتسامحوا. نطق الاب ديالي قال لي شوف ولدي انا كان باقي في قلبي الحقد والغل ما نجيش معاك لهنا انا هادو خوتي واخا نكروني انا ما نكرهمش ودابا هما الا بغاو يسمحوا لي ونجمعوا الشمل انا راه اللي عطى الله هو هذا بركه علينا مع هذا الشيء انا عييت بهذا الفرق انا بغيت خوتي بغيت نجمع الشمل مع خوتي. المهم شنو غادي نقول لكم عمامي بحال اللي ناضوا بزز كيسلموا عليه وطلبوا الله يشافيه وهادي ولكن داك الشيء هذا كيفوق النفس. غادي نجيو المفاجأة الكبرى الوالد هنا مسكين مازال ما شافنيش حيت هو كان صيفط لي ميساج قال لي شوفي ملي يدخل الاب ديالك انت غبري ما تبانيش بطبيعة الحال غبرت قال لي حتى نصوني عليك وعاد اجي. قال لهم المفاجأة الثانية مازال ما شفتوهاش صيفط لي ميساج قال لي اجي شال لي واحد الكسوة زوينة واحد الصباط وقال لي بغيتك تلقي الشعر. قلت ليه علاش انا كندير الفولار قال لي غير تلقي الشعر واخا غير مرة واحدة في حياتك. طبيعة الحال لبست داك لاغوب اللي كانت زوينة بزاف صبيبت زوين طلقت شعري درت شوية الماكياج كنت موجدة راسي في داك الوقيتة اللي كان دخل الأب ديالي وكنت كنطلع عليهم غير من واحد الشقة ديال الباب. من بعد كيف ما قلت لكم من بعد ما سلموا عمامي على الأب ديالي وهضروا وبقاو كيتذكروا أنا كنت داك الساعة كنلبس حويجاتي رصيفط ليا ميساج وأنا نخرج عندهم بحال شي أميرة. الصراحة عمي ومراتو اللي كيعرفوني ناضوا واقفين ومخلوعين اما الاب ديالي مسكين بدا غير كيشوف امي مسكينه ضربت على وجهها اما الاخرين ما عرفونيش شكون بقاو كيفرحوا وكيضحكوا. قالوا له شكون هاد الاميره اللي جايبنا هاد المفاجاه راه زوينه احسن من الاولى. قال لهم هاد الاميره هي بنت عمي وهي اللي مخدمها بابا وماما عندهم خدامه في الدار. المهم كلشي كيشوفوا شي فشي وما بقاو ما بقاو عارفين والو حيت انا اصلا كنت خدامه عند عمي ومراته وكانوا كيجيو كلشي عمامي للدار كيجيو عماماتي وعارفهم كاملين عمامي وعماماتي ولكن هما فاش دخلت عليهم والله حتى واحد ما عرفني حيت تبدلت عليهم. اما مرات عمي وعمي اللي كنت معاهم عارفيني انايا حيت مرات عمي اصلا عارفه شعري شحال من مره طلبت مني نقطعه قلت لها لا مرات عمي كلشي الا الشعر ديالي نقطع كان كيوصل لي حتى للركبيه كحل بحال الليل ومسبسب وحرير. المهم قال لهم هاد البنت هاد الاميره هادي هاشكون تكون وان شاء الله من الان فصاعدا هادي هي الزوجه المستقبليه ديالي. شنو غادي نقول لكم انا فرحت بزاف حيت دار لي اكبر مفاجاه انا ما كنتش كنعتقد ان غادي يقول هكا انا قلت غير غادي يفرح بيا قدامهم وصافي مع كان طلبني الزواج وقال لي ان شاء الله نتزوجوا كذا وهادي ولكن ما كانش كيحسب ليا غادي يطلب يدي الزواج قدام عمامي وعماماتي والوالد ديالي. جبت واحد الخاتم من جيبو ركبو ليا وقال لي واش تقبلي تزوجي بيا ما لقيت ما نقول قلت لي اه قابله اما مو با بغاو يهضروا هو يسكتهم. قال لهم شوفوا اي حاجه بغيتوا تقولوها هذيك كتبقى الراي ديالكم وانا كنحترمه ولكن هاد البنت هادي اللي هي بنت عمي وحرمتوني منها ومن عمي انا غادي ناخذها وغادي تكون عرسكم نتوما درتوها خدامه وانا غادي نديرها مولات الدار. المهم ما خلى لهمش بالهضره ندمهم ما لقاو ما يقولوا. من بعد الوالد ديالي قال لي شنو كتقولوا انا ما فهمت والو عاد هو فهمه قال له شوف عمي بنتك راه كانت معنا في الدار كتخدم عندنا الشغل وكتشقى كاي وحده بحال خدامه ولكن انا ما كنتش عارفها بنت عمي وراه غير بالصدفه عرفتها انها بنتك وداكشي علاش جيت كنقلب عليك بغيت نتناسب معاك ودابا عمي هادشي كامل اللي سمعتو دابا نساه وما يبقاش فيك الحال الدنيا هكا دايره دابا المهم عندنا هادشي كامل احنا جمعنا الشمل. المهم شنو غادي نقول لكم كانت واحد الفرحه اللي زوينه بزاف واخا مرات عمي ما عجبهاش الحال وبغات تكلاطا جات خارجه والولد ديالها يتبعها اللي هو الزوج ديالي حاليا قال ليها ماما الا كنتي كتبغيني بالله عليك قبلي زواجي بهاد البنت راه كيف ما كان الحال راه كتبقى بنت الوسكور هاد منها واحد واش ترضين انتي على بناتك يدلوا بحال اللي دليتي انتي هاد البنت. المهم رجعت من الطريق ما لقات ما تقول بقاو كيشوفوا شي فشي قالوا لي وفي الاخر قالوا لينا الله يسخر لكم الله يكمل عليكم بالخير. فعلا تجمع الشمل ديالنا مع عمامي وعماماتي فعلا تسامحوا كان هاد المره المسامحه ديالهم كانت صراحه خارجه من القلب حتى هما بانوا لي ندمانين في الاخر. صافي من بعد جمعوا وعاونوا الوالد الصراحه على العلاج حتى الحمد لله وقف على رجليه. اما انا مشيت مع الوالدين ديالي وما رجعتش لدار عمي وقلت ليه الا بغيتيني بصح جيب والديك
ويديوني بالهمه والشان كيف ما كان الحال. انت ولد عمي وعزيز عليا وغالي، ولكن ديني من دارنا وراسي مرفوع، ما مشيش ما بقاش معاكم كانني خدامه، وغدا يقولك تزوجتي خدامه. المهم هي هذيك بقينا تقريبا شي شهر بحال هكذاك حتى الوالد ديالي روح شويه. صافي تما واحد عمي من دوك عمامي كان الحمد لله ميسر عليهم كاملين، وكانت عنده واحد الدار غير كاريها، خرج دوك الكراي ومن بعد جابنا حنايا وكتبها الوالد ديالي بسميته، وقال ليها خويا ها انت باش عرفنا اننا سمحنا لك هاد الدار بسميتك من الان وفصاعدا. خوتو عاونوا شويه وعطاو لها خوهم هادو، قدروا نقولوا بحال شراو لي هاد الدار هادي من عندك عمي. كل شيء دار طريف طريف، وشراو لينا داك الدار اللي كانت الحمد لله متسعه وزوينه. اما عماماتي تكلفوا لينا بالفراش، كل شيء ولا كل شيء ولا هو هذاك. الحمد لله الاب ديالي حسينا به مسكين عاد رجع للحياه، واخا الصراحه ما كانش كيقدر يخدم، على الاقل بعدا حنايا ما بقيناش كارين وما بقاش عندنا داك المسؤوليه الكبيره. عمامي الحمد لله كانوا كيصرفوا علينا، وكانوا كيصرفوا حتى على خواتاتي الحمد لله اللي كملوا القرايه ديالهم. اما اختي المسكينه اللي كانت خدامه في الديور عيطوا لها جات، وحتى هي كنخطبها واحد ولد عمتي. ايوا الحمد لله الحياه ديالنا ولات مقاده، والاب ديالي ولا مزيان. من بعد داروا له واحد المشروع غير في ديك الدار، كان عندهم واحد الكراج خاوي وداروا له تما المواد الغذائيه. الوالد لحد الان دابا كيبيع تبقالت، جالس في المحل ديالو شاد القرآن والتسبيح ديالو وكيدخل يقسم الله. اما عمامي ما كيدوزون حتى في شي حاجه، وانا الحمد لله تزوجت بولد عمي ومستقره، حياتي عايشها بخير وعلى خير. واخا الصراحه كان باغي يعيشني في داري بوحدي، ولكن قلت ليه لا مسح حد نعيش مع مرات عمي ما عنديش المشكل. مرات عمي واخا مره كنشوفها كتعنكش فيا، ولكن على الاقل ما بقاتش كتعامل معايا بحال الخدامه، رجعت كنخدم شغلي عادي، ما كنحوجها حتى لشي حاجه، ما كنخليهاش دير يديها في الماء، قدروا نقولوا تصاحبت معاها. ولدت وليدي الاول الحمد لله راه دابا عنده 3 شهور اللهم لك الحمد. تعطلت شويه في الولاده، ولكن الحمد لله من بعد عناء طويل ربي جاب لي وفرحني، والله يفرحكم كاملين. وهذه هي القصه ديالي، ونتمنى خواتاتي تعجبكم وترقكم. دعيوا معايا ربي يحفظ ليا ولدي ويحفظ ليا الزوج ديالي اللي هو ولد عمي اللي طلع من اطيب خلق الله. الحمد لله علاقتي دابا مع العائله ديال بابا كلها مزيانه، وكل شيء الصراحه كيجي عندنا وكنمشيو عندهم. ولات العائله زعما الحمد لله وحده، والوالد ديالي ما بقاش كيحس مسكين بداك النقص، ولا حتى هو مزيان ولا بخير، وراه دابا هو اللي يمشي للعمره. الله يسهل عليه والله يكمل عليه بالخير، والله يرزقكم تانتوما الصحه والسلامه، ويبعد عليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. شكرا لك اختي امينه حيت عطيتيني فرصه نخوي عليكم قلبي. شكرا للمتتبعات الكريمات ديالك، الله يخطيكم والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد الاخت هادي، صراحه اثرت فيها وبكيت، والله العظيم الا بحال كتسمعي لشي فيلم هندي، حق الله العظيم هادشي هذا والله العظيم كيأثر. سبحان الله العظيم، سبحان الله القطيعه ديال الاهل خايبه بزاف، وما كاينش بحال الحباب، ما كاينش بحال العائله، والله ما كاين بحال العائله. انا كيعجبني العائله، انا من النوع اللي كتعجبني العائله، وكيعجبني يكونوا دايرين اليد في اليد، ما يكونش داك القطيعه، حيت القطيعه راه خايبه بزاف. هادشي اللي كاين البنات، شكرا لكم بزاف، نتمنى هاد القصه تكون فاتتكم وتبارطاجيوها على نطاق واسع. دعوا مع هاد الاخت هادي الله يسهل عليها. الرقم ديال الهاتف ديال القناه هو 0637054549. الى ان القاكم دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.